لما بيكون ضيفي مريض سرطان صراحة شو بدي أسأله؟ كيف حالك؟ يعني واحد بيحتار شو بده يحكي. ولكن دانا جاد الله مش بس يعني مريضة سرطان، مريضة سرطان مرض نادر جدا. فريق طبي أردني بقيادة الدكتور ركان شحلتوخ هو اللي أشرف على هاي العملية اللي تقام لأول مرة في الأردن وفي الشرق الأوسط، وكانوا يعني أخذوا القرار في أنهم يعملوا هاي العملية مع أنه ما كانوش متأكدين من النتائج، ولكن بإرادة دانا هي أصرت على هاي العملية وشافوا قديش نفسيتها حلوة، قدروا أنهم يعملوا هاي العملية وتتكلل بالنجاح. وهي دانا جاد الله قدامنا، منقولها أول إشي يعطيك ألف عافية، كل عام وإنت بخير والحمد لله على سلامتك وكل إشي. دانا بدي أسألك هيك، يعني هذا السؤال التقليدي، شو كانت بداية معاناتك مع السرطان؟ كانت بداية معاناة مرض السرطان الألم الشديد. حسيتي بألم شديد؟ شديد جدا، وما كنت قادرة أمشي بالمرة، كنت طالب التوجيه بقدم وزارة وهيك. يعني انت السنة الماضية هذا الحكي؟ السنة الماضية. يعني لو انك قدمتي توجيه وجبتي معدل 83، ما كنت لسه عارفة انه عندك مرض سرطان؟ لا. طيب عرفت بيوم نجاحي بالتوجيهي وكان عيد ميلادي كمان. طيب يلا الحمد لله. منيح اللي ما عرفتي قبل، ولا كان شوي المعدل تغير صح؟ لا لا لا. طيب حسيتي بألم شديد، رحتي على كم من دكتور؟ كل واحد كان يقول لك شكل. كنت أروح على أكثر من دكتور، يعني كثير، ما بعرفش كم من دكتور بالضبط، بس كان يقول لي واحد ديسك، واحد يقول لي اعوجاج في العمود الفقري، وناس بتقول لي عرق النساء. كل دكتور شخصك في حالة في شيء، يعني هذا سبب نقول إنه أي شخص بيعاني من أي مرض ما يتوقف عند أول تشخيص طبي، لازم يروح على أكثر من دكتور، يأخذ أكثر من رأي واستشارة. يعني لو دانا ما راحت على أكثر من دكتور، يعني نحن نحكي 3-4 دكاترة، كان نحن يعني هلأ دانا يعني الله يعطيها العمر، لكن ما كانت قاعدة عندنا، هلأ كانت يمكن محل تاني صح؟ صح. طيب دانا نحن معانا هلأ الدكتور ركان شحلتوخ اللي هو أشرف على عمليتك وقام فيها هاي العملية النادرة جدا. خلينا نحكي مع الدكتور. دكتور ركان تفضلوا. أهلا يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا، الله يعافيك، صباح الخير. صباح الخيرات دكتور ركان. حالة دانا كانت من الحالات النادرة جدا في مرض السرطان. نعم هذا صحيح. نعم حالتها أول شيء، سرطانات العمود الفقري هي نادرة وأغلبها تكون انتشار من السرطانات في مكان آخر في الجسم زي الثدي والرئة. حدوث سرطان أولي للعمود الفقري هي حالات قليلة جدا، والسرطان اللي نوع السرطان اللي حدث في العمود الفقري اللي هو حالة هو سرطان أصلا نادر جدا، خاصة أنه يحدث في العظم. نعم دكتور، يعني نقدر نقول كانت حالة دانا مبكرة، يعني ما انتشر السرطان على الفقرات الأخرى؟ نعم، في حالة دانا إصابة فقرة واحدة اللي هي الفقرة الأولى القطنية، السرطان كان في جسم الفقرة وغير منتشر. وفي مثل هذه الحالة يجب إعطاء المريض حقه في الشفاء، زي أساسيات جراحة الأورام بشكل عام. إذا كان في أن سرطان أولي في منطقة غير منتشر، أحسن شيء أنه يتم استئصاله كامل بدون الدخول إليه، بدون ما نصيبه من حواليه، يعني إحنا منشيله بالعمود الفقري. هاي يعني أن واحد يعمل هاي العملية من العمليات الصعبة والكبيرة، أنه إحنا نشيل الفقرة كاملة قطعتين فقط عشان ما بنقدر نشيلها أو نستأصل الورم بقطعة واحدة عشان النخاع الشوكي داخل القناة العصبية، فهي من العمليات الكبيرة جدا. يعني عشان تاخذوا قرار لإجراء هاي العملية الأولى من نوعها في الأردن والشرق الأوسط، كان لدانا قرار في أنه مثلا تعملوا العملية أو ما تعملوها، ولا كان القرار لإلكم؟ لا، احنا الهدف الأطباء أن احنا بالمركز الحسين ويعني مختلف المستشفيات في الأردن والعالم، هدف الطبيب لازم يكون أو الأطباء أو الفريق الطبي أنه إيصال المعلومة كاملة للمريض، المعلومة الطبية الصحيحة والصادقة، وإعطائه خيارات العلاج، وعلى أساس هذه المعلومات
المريض وأهله بأخذوا القرار. وفي مثل حالة دانا القرار يعني إذا راحت إذا سأل في مختلف مراكز العالم جراحة العمود الفقري راح يقولوا إنه هاد الحالة أحسن إشي لها أفضل إشي لها اللي هي استئصال الفقرة كاملة عن طريق إما جرحين أمامي وخلفي من البطن والظهر أو من جرح واحد. طبعا استئصال الفقرة من جرح واحد أفضل عشان له أقل خطر بانتشار المرض. طب دكتور إزالة فقرة من العمود الفقري بيأثر على جسم الإنسان؟ طبعا يعني احنا لما نضطر انه احنا نعمل عملية بالعمود الفقري نستأصل فقرة ان كانت مكسورة او ان كان في انحراف او كان في سرطان احنا مضطرين نعمل هاي العملية وكل على اساس انه المريض يصير افضل. اذا ما عملناها رح اذا ما انعملت العملية المطلوبة معناته انه اذا ترك المريض رح تكون عنده مخاطر اعلى من انه نعمل العملية. فاستئصال الفقرة طبعا بيأثر على ميكانيكة العمود الفقري عشان احنا لازم نستبدلها بتثبيت عن طريق اقفاص معدنية وبراغي معدنية وراح يصير في اكيد تغيير في ميكانيكة العمود الفقري وهذه تعليمات سنعطى طلع المريض على اساس نجاح العملية. إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات مركز الحسين للسرطان. دكتور ركان شحلتوغ شكرا كثير لك يعطيك ألف عافية والله يقدركم دائما على يعني شفاء المرضى السرطان. شكرا. دانا هلأ بدي أعرف منك لما خبروك في مركز الحسين أنه أنت عندك سرطان شعورك شو إحساسك هو شو يعني أنا بحب أشارك الناس اللي عم بيشوفوكي والناس اللي عندهم بيعانوا من هذا الشيء بحب نشاركهم قديش أنت عندك إرادة حلوة نفسية حلوة إنه حتى يعني أهلك يعني هلأ كنت جالسة مع والدتك عم بتقولي هن كانوا متفاجئين يعني هن عم بقولك لا ولا وأقعدي وكذا وأنت اللي عم تعطيهم الأمل وعم تعطيهم الصبر. هلأ أنا لما عرفت عن مرضي إنه كنت مصدومة إنه ليش أنا صار معي سرطان وهيك بس عادي لما قال الدكتور انه راح ينزل شعرك هون كانت نقطه حساسه بالنسبه لي انه صرت احكي انه شعري ولا ما بدي اخذ كيماوي وصرت ابكي اول يوم يومين بعدين تفاجئت احكي عادي انه المرض لحالك هيك يعني حسيتي انه لا انا كنت اشوف اهلي عم بيبكوا وهيك بس وحتى اهلي اول شيء امي اول ما شافت ردت فعلي كثير انجرحت وهيك بعدين صرت أقول لهم ليش بتبكوا عادي هذا مرض هذا قضاء ربنا وقدره وعادي إنه ما في إشي بيستاهل. صرت أخذ مرحلة علاج مرض السرطان اللي كان كتير صعب بس أنا كانت نفسيتي كتير حلوة كان الدكاترة كتير كيفوا إنه أنت رح تساعدينا بعلاجك رح يعني صح مرض كتير صعب بس رح تساعدينا بعلاجك وهذا كتير إشي فاد الدكتور ركان. طب للحظة حسيتي إنك أنت مش رح تشفي من هالمرض؟ اكيد حسيتي لان الدكتور حسيتي انه مثلا ايامي معدوده كيف كنتي تتعاملي مع الواقع الحياه اليومي؟ هو الدكتور قال لي انه ما في امل انه في نسبه شلل كنت احاول ابين للناس انه انا يعني انا قويه ما بدي حد يضعف من شاني انا بس جد انه مرض السرطان مش نهايه حياه الانسان بعد تجربتي انه مرض السرطان عمره ما كان نهايه طول ما الإنسان عنده حافز إنه يقدر يتحدى هذا المرض رح يقدر يتحدى. بعدين النجاح مو نجاح إن أنا أصير مهندس وإن أنا أصير إنه أنجح بالتوجيه أو أنجح بأي شيء. النجاح هو عن جد إنه الواحد يتحدى ابتلاء رب العالمين. يعني مرض السرطان قد ما أنت تحديت فشلت أو نجحت أنت ناجح. نجحت إنه بالشفاء من هذا المرض نجحت بالصبر حتى لو مات الإنسان من هذا المرض بيكون ناجح. شو اللي خلاك تتنقلي بين اكثر من طبيب يعني واحد قال لك عرق نسا واعطوك علاجات لمثلا هنك يعني بس كان يشخصوا حالتك قال لك عندك ديسك ضهرك بدك تعملي علاج طبيعي بدك تاخذي دواء مسكن عملتي هذا الحكي؟ لا ما حدا وصف لي دواء كانوا يقولوا روح تصوري يعطوني مشدات وناس قالت انه لازم نعملها خزعه يوم ما صار يشكوا انه في كتله خبيثه في الفقره متدمره مبينه يعني شو حبه بوم اللي طلع من ظهري يعني كتير متضخم الفقر. تعرف أنت وين نجاحك بالحياة؟ نجاحك بالحياة أنك ما وقفتي عن طبيب واحد. كان يعني دي رمضان. فكرتي إنه خلاص إنه أنا عندي ديسك ولا عندي عرق نسا بروح بعد 5 أشهر بطيب.
لا هاي السنة كانت الصدمة أكثر من السرطان، إنه الديسك، إنه هذا الديسك ما بيروح، إنه كان كتير وجع قلبي مش قادرة تمشي على رجليكي. يعني أنا كنت الدنيا رمضان وعم بدور عند الدكاترة ومو قادر أمشي بالمرة، مش يعني خاصة إنه أنا يأست بنت صبية، إنه نسيتني بعمر شبابي، يعني كل صحباتي بدهم يروحوا على الجامعات، وعرفت معدلات القبول وأنا بالعناية المركزة، فكان كتير صعب علي إنه لما يكون صحباتي رايحين على الجامعة وأنا بالعناية المركزة. بديش أفتح عليك جروحك، بس بدي أعرف لما أخذتي أول جرعة كيماوي شو ألمه هذا الكيماوي؟ نحن بنسمع عنه وأكيد قد ما حكينا مش راح، يعني إن شاء الله ما حدا بيدوقه، لكن شو وجعه؟ كيماوي مش عارف شو بدي أوصفه بكلمة. إنه أنا دخلت على الكيماوي إنه صرت أحكي إنه عادي، إنه هذا إشي بعطوه ما في إشي. أخذت الكيماوي قبل العملية؟ أخذت 4 جرع مكثفة قبل العملية، وبعد العملية 2 جرعة مكثفة. فاستفراغ، نفسية زي الزفت، كل إشي مع بعضه، بتحس إنه حالك بعالم تاني مش بالعالم أنت فيه. ما كان شعور زفت لما أخذ الكيماوي، أروح أخذ أسمع شم ريحة الكيماوي، لهلا مأثر على نفسيتي، يعني لهلا إنه في عندي أعراض بجسمي، وفي لهلا بشم ريحته مثلا وأنا عم باكل بتلاقيني دايخة وبستفرغ. بتشمي ريحته نفسيا يعني، وبتشمي بس بروح على المستشفى المركز وحسين بشم ريحته، خلص نفسيا بشم، بعرفش كيف بتجيني إنه خلص بيجي عبالي، نفسيتي بتكون مو منيحة. أصدقائك وأهلك خلال فترة علاجك شو كان دورهم؟ لا أنا بحيي كل وقف جنبي، جد كان أصدقائي وأهلي وأمي وأختي وأبوي، يعني الحمد يعني كلهم ما بنسى لهم، معروفهم وعيلتي، لا كلهم رفعوا لي معنوياتي، خاصة صحباتي. شو علاقتك بمركز الحسين للسرطان هلأ بعد ما شفيتي وطلعتي؟ لا الحمد لله، بعد ما قال الدكتور فيش مرض، كان شعور كثير حلو، يعني ما كنتش خلص، يعني الحمد لله ما في مرض ولا في لا أي. لا الحمد لله، لكن دائما لازم واحد يعمل فحوصات دائما، وعشان عمليه بظهري وجسر وبراغي وهيك ما بقدر اطمن، لهلا ما بعرف اطمن، بس بمشي مستقيم من جديد، صرت امشي حتى ما كنت اعرف اعمل مستلزماتي بالمره واجهزه ودنيا الحديد، هلا انت لابسه هلا مشات حديد على لابسه مشات حديد، هو اللي بخليكي قديش قالوا لك بضلك لابستيه؟ هذا 5 أشهر، لبست واحد قبله 6 أشهر تقريبا، بس هذا كان بلاستيك مقوم من حديد، هذاك اقوى منه. انت طالبه جامعه سنه اولى، خلصتي داخله على الثانيه؟ لا انا لسه ما دخلت لسه الجامعة. ما دخلتي جامعه؟ لا. هلا رح تدخلي لازم بعد. اكون سنه ثانيه لازم تكوني عشان راح عليكي سنه مش راح علي. طيب هلا شو سجلتي بالجامعه الاردنيه؟ سجلتي ودخلت التخصص اللي كنت تحلمي فيه؟ محاسبه. حبيته انا كان بدي هندسه برمجيات، بس طلع لي محاسبه عشان طلع لي بجامعه ثانيه قبول، وحولت حسابين. طيب مركز الحسين للسرطان كانوا يبعثوا المعالجه النفسيه، قد ما شافت نفسيتك حلوه كانت تقول للناس روحوا عندنا خليها هي، يعني انت ساعدتيها في تعالجوا ناس نفسيين. بالضبط. احكي لنا عن هاي الفتره. انا كانت المرشده النفسيه امانه ابو حطب كانت تقول روحوا شوفوا مريضه دانا، مريضه بمرض نادر وعامله عمليه مش اي عمليه، كانوا يجي عندي المرضى واقعد امزح واضحك معهم ارفع لهم معنوياتهم، كانت تحول المرضى علي منشان ارفع لهم معنوياتهم. بيجوا المريض السرطان بتكون ما معنوياته خالصه رايحه ما فيش، يعني يا دوبك في عنده قوه يمشي. كنت بالمستشفى ما في ما في ما في، يعني كان كل واحد يمرض يقول انا رح انتهي، ما يعني في معنويات. المريض السرطان انا كنت احس حالي مخلوق غريب بيناتهم، انه احكي طب عادي ما فيش شيء، جد انه انا اكتشفت ما جربت انه مش نهايه مرض السرطان. ما طب حدا من اللي كانوا يجوا عندك سمعتي انهم توفى؟ كتير، حتى انهم كانوا يجوا عند صحباتي يقولوا والله احنا سمعنا انه توفى هذا، يعني انتم مش عارفين انتم تجرحوا مشاعري. بس انه لا عادي، انه انا كنت احكي انه كنت مرات ازعل، مرات تلاقيني قاعده وتوحد مش قادر احكي مع حدا، مرات لا عادي، يعني كانوا يقولوا لي انه تحس الدكتور لما قال لي ما في امل، يعني جرحت بس
ما كنت حاسة إني راح أنتهي. هذا هذا الشيء الشعور اللي الواحد دفعني إني بحسه أخذ من العمل. جوا اذا راح يعيش او لا، صح؟ كيف؟ يعني شعور بتحسيه انت انه انت حاسه من الاول انه لا خلص هذا عادي وانا راح اتغلب عليه. في ناس لا بحسوا انه لا خلص أنا المرض تغلب عليهم. كل ما أتذكر تعبي بالتوجيه إنه كنت أزحف على الأرض وأنا ماسكة الكتاب، طب ليش ما أتحدى مرضي بدي أدخل الجامعة؟ أنا كل هدفي أدخل الجامعة، يعني بدي أطيب. يعني تلاقيني قاعدة مع الدكتور أقول له مشان ربك يعني بسرعة، مشان الله بدي أطيب، أحكي له بدي أدخل الجامعة. يعني انت هدفك الطيبي عشان تدخلي الجامعه؟ بالضبط، لأني تعبت بالتوجيه. يعني كنت بزحف على الأرض لأروح الامتحان، حتى ما كان حدا من صحباتي ينتبه إنه هاي مريضة. دانا جاد الله، انت يعني زي ما بيقولوا كتب لك عمر جديد. بالضبط، الله يوفقك، ومنيح انك انت تسلم. داخله على الجامعه وحققتي امنيتك. ربنا وقف معاكي وجبر بخاطرك وحقق لك هالامنيه. الحمد لله رب وبرجع بذكر العالمين. بقول لك كل شخص بيعاني من اي مرض او بشك باي مرض ما يوقف عند طبيب واحد، لازم تاخذوا اكثر من استشاره. عشان هي مثال دانا قدامكم، يعني دانا لو لما كانت شوي واعيه اكثر، ولا كانت هي هلا مش موجوده معنا. الحمد لله على سلامتك. شكرا لك انك كنتي ضيفتنا في دنيا دنيا، ولو هذا واجب. ونتمنى لك كل التوفيق بحياتك. تسلمي.